تحت بند سري. اعتقل الاحتلال الإسرائيلي ابنها مراد. أسبوع كامل مر عليه وهو في التحقيق. لم يفصح الاحتلال حتى الآن عن سبب اعتقاله، لكن العائلة ترجح أن تكون نشاطاته في حي الشيخ جراح هي السبب، لسيما أنها مهددة بالطرد من منزلها أيضا. دايما حرك نشيط، دايما يحكي، دايما يعبر، دايما يتصلوا فيه يحكي على الإعلام، فهو ما عجبهم. مرة أخرى تمدد محكمة الصلح الإسرائيلية اعتقال مراد أسبوعا إضافيا، في حين أكدت أمر منع النشر في القضية لشهر كامل، ورفضت رفع السرية عن الملف. أمر منع النشر تقوم باستعماله سلطات المخابرات وشرطة الاحتلال لمنع الحديث حول الموضوع تحت دواعي وهواجس أمنية. عشرات الفلسطينيين اعتقلتهم الشرطة الإسرائيلية وحققت معهم، وذلك على إثر الفعاليات التضامنية في حي الشيخ جراح الرافضة لتهجير العائلات من منازلها لصالح المستوطنين. اعتمدت الفعاليات في هذا الحي بشكل كبير على الشباب، والآن وبعد أن هدأت الأحداث قليلا يبدو أن الاحتلال عاد لاستهدافهم عبر ما يسميه الملفات السرية. أحمد جرادات، العربي، القدس المحتلة.